مشكلتي في الحياه شوف. اني يوم اشيل شنطه ما فيها تقسيمه، انا ابى اضبط احط اغراض هني بعدين بحطه هني بعدين بحط. عندك شيء تبغى تلعب مباراه يعني عندك بيت؟ ايوه حلو. يعني جواتيك كلها مال بادل مال كوره مال حجز صناعي مال حجز طبيعي كلها هني مكان واحد. الزليخ الكسارات الفلوس ماري بالضبط. انت قاعد تقصد اللي مو مرتبين ما يرتبون اغراض. ايوه فعشان كذي ما اعطيتك فرصه تتكلم. عادي اشرح لك مطلوب سبورت. لا مطلوب سبورت حبيبي لها اشياء اخرى حبيبي. ها محمد ستور حبيبي ركز معي. لا حبيبي انت في ناس في الجيم مو بلازم يروحوا مطلوب سبورت. على فكره ايوه تستخدمها للجيم. ايوه اخوي حط ملابسك وحط ادواتك من بروتين وهالسوالف هني. ولا اللي يشوف زرار هني تحط اغراض وهني اقول لك حمد ادخل كامل بعد داخل عادي تقدر تبي تجرب؟ شو ما شاء الله الحجمه. اوكي حمد ازيدك انا هي فنانه وفعلا نحن بنفكر ان نسويها بحمد ستور خلاص الله مريحه. حمد اليد شلها وسامانك كله موجود سواء فوطه رايح مسبح رايح فندق عندك اغراض راح تلعب بادل. اتعلم يا مطلوب سبورت. اتعلم يا مطلوب سبورت. شو الجميل فيها؟ شو الله يعزك الجواتي انا كنت العب سنها صح ولا لا؟ صح. يوم تسكر عليه ما تطلع ريحه تفتح التهويه يمين يسار تقدر تغسلها وما